مساء الخير مشاهدينا الكرام. اليوم موضوع حلقتنا عن الأسنان. في السابق أو في الماضي كان الواحد لما يروح عيادة الأسنان العملية واحدة أو العلاج واحد، هذا السن اللي عورك خلع وكان الله غفور رحيم. الجميع يعني الغالبية منهم يحب يراجع أي مكان إلا عيادة الأسنان. طبيب الأسنان مرعب، يخوف، شو الأسباب لا نعلم. اليوم راح ناخذ معلومات جميلة ورائعة عن تطور الأسنان، وراح ناخذ كذلك مشاهدينا الكرام استشارات طبية، اللي عنده استفسار الأسنان، اللثة، أمور كثيرة بما تخص هذا المجال. معي ضيفي الدكتور غالب الكيلاني، أخصائي علاج وتجميل أسنان وخريج بريطانيا. مساء الخير دكتور. مساء النور. مساء الخير. ليش دكتور دائما الناس يخافون من طبيب الأسنان؟ هذه موجودة منذ الأزل، يعني منذ وجد مهنة طبيب الأسنان وهذا الخوف موجود. طبعا هذا الخوف له عدة أسباب. أول وأهم سبب هو نحن، يعني الأهالي. نعم. الأطفال الصغار لما بنكون بدنا نخوفهم أو حاول إنه نردعهم، أول شيء بنقول لهم يا بختك على الدكتور أو بعطيك إبرة. فهذا العملية هذه بتخلي الطفل من الصغر يكون عنده رهبة وخوف من شخصية الطبيب. لما بيكبر بتكبر معه هذه الأمور، يعني بتكبر معه كل ما كبر العمر. أيوة كل ما كان هذه واحدة من النقاط اللي يا ريت حبت لو نبطلها. يعني أنا خليني أضرب مثال على نفسي. للأمانة بالسابق لما أروح عيادة الأسنان وقعد واخذ دوري رغم 6 وقدامي أشخاص، وصل دوري ينادون علي بدح عبد الله، ما أقوم كأنه مو أنا، مو موجود عندهم. دكتور يمكن الآن الطب تطور يوم عن يوم وشهر عن شهر وسنة عن سنة، في تطور. الآن في تطور الأسنان، ابتسامة هوليود، ابتسامة المشاهير، أبي ابتسامة هذا الشخص مثلا المشهور أو المعروف اللي يشوفهم على شاشات التلفزة، أمور كثيرة راح ننور مشاهدين. واللي حاب يشاركنا في حلقتنا هذه الليلة عندكم الأرقام الظاهرة في أسفل الشاشة، والدكتور غالب على تم الاستعداد استشارات إن شاء الله بلاش، اللي عنده استفسار وشيء على تم الاستعداد إن شاء الله. دكتور خلينا نبتدي، ما هو طب الأسنان؟ طب الأسنان أو نحن بالمصطلح الشامي يعني الحلاق سابقا، هذه المهنة اللي كان. طبعا طب الأسنان من أكثر الاختصاصات الطبية تطورا بالذات في العشر سنوات الأخيرة. يعني نعتقد أنه بالعشر سنوات صار تطور مذهل في طب الأسنان. طبعا هذا التطور صار على مستوى أساليب وتقنيات العلاج، ومن طرف آخر كان على مستوى المواد المستخدمة في المعالجات. يعني قبل، خلينا نقول قبل عهد التسعينات، كان المواد المستخدمة بطب الأسنان جدا محدودة، وخاصة فيما يتعلق فيها بقطاع التركيبات والتعويضات والتجميل. الآن صار الخيارات جدا متوفرة وكثيرة، والشركات المصنعة لهذه المواد والتقنيات أصبحت بتنافس شديد بسبب طبعا ثورة الاتصالات اللي صارت وثورة المعلومات، فأدت لتلاقح التقنيات اللي عم تصير ومن خلال مراكز الأبحاث اللي موجودة في الجامعات العالمية. فطب الأسنان هو عمليا الأكثر تطورا، لدرجة أنه نحن الآن تقسم طب الأسنان لاختصاصات متعددة، ولم يعد بإمكان الطبيب الممارس العام التقليدي اللي موجود كان في الحقبة الماضية أنه يغطي جميع اختصاصات طب الأسنان، فتفرع وتجذر لعدة اختصاصات، منها تجميل الأسنان مثلا، مداوات الأسنان، علاج العصب، اختصاص تقويم الأسنان، اختصاص الجراحة وزراعة الأسنان، اختصاص معالجة اللثة، وأصبح هناك كمان اختصاص خاص بأسنان الأطفال، طبيب مختص ومتفرغ لعلاج فقط يعني حتى أسنان الأطفال. دكتور نعم. تأكيدا لكلامك الآن، هناك بعض الدكاترة من زملائك أن تخصص أطفال نعم. ما صحيح. يعالج كبار خلاص صحيح. تخصصه صار أطفال لأنه مارس هذه المهنة مثلا بعد حصوله على شهادة الدكتوراه، وهذا شيء تخصص محمود، وهذا شيء محمود طبعا وقاعد يأخذونه. يمكن ذكرت دكتور في حديثك أنه يعني من أهل الشام، وأهل الشام دائما مشهورين في علاج الأسنان. أكيد طبعا، ومعروفين. يمكن حتى عندنا بالكويت دائما نروح لسوريا صحيح. للأردن للبنان للأسنان والأسنان صحيح. العيادة، شنو الأدوات أو الآلات اللي داخل هذه العيادة؟
نعم. في السابق وفي الحالي. تمام. الأدوات اللي كانت موجودة، في أدوات كانت موجودة سابقا وتطورت، يعني مثلا من ابتداء من كرسي الأسنان اللي هو الحجر الأساس بقلب كل عيادة، بعيادة طبيب أسنان، هذا الكرسي الآن تطور بشكل مذهل، أصبح في تحكم بالسرعات، أصبح في تحكم باتجاهات مثلا دوران هذا أثناء الحفر، في بعض الكراسي صار فيها نوع من المساج لتعمل أثناء مساج لتجعل المريض يسترخي أثناء بيدلعون المريض طبعا. قوة الإضاءة اللي بتمكن الطبيب من الرؤية بشكل أفضل، حتى أثناء الحفر صار ممكن نشوف يصير في تكبير بالإضاءة، فهذا من الأشياء اللي كانت قديمة موجودة وتطورت. الآن الأشياء اللي صارت موجودة أو صارت حديثة ما كانت موجودة سابقا، صار عندنا كاشف مثلا ليزري للتسوس، يعني بنفحص المريض بنحط هذا الكاشف، الجهاز الكاشف بيقلنا إذا موجود هناك تسوس وقديش ممكن يكون عمق هذا التسوس، فبيوفر علينا كثير من الأخطاء اللي بتصير أثناء النظر في الفحص الشعاعي أو أثناء الفحص السريري. صار في تطور كبير بالتصوير الرقمي، بإمكاننا الآن نستخدم كاميرات بدقات عالية جدا لرؤية اللي ما كنا نقدر إنه نشوفه بالعين، يعني تطور المجرد. أصبح طبعًا بالعلم طبعًا. حتى بعلاج الأسنان طبعا. يعني بالسابق دكتور لما نقول لك في زمننا لما كنا أطفال الإبرة حطون يعني من تشوفها أنت داخل رعب، هي رعب حقيقي، حياة أخرى. الآن في جل، في أمور أخرى، الماكينة اللي يستخدمونها لما عملية علاج الأعصاب أو طبعًا. علاج السوس أكيد التخدير تطور بشكل كبير الآن طبعًا. تحس إن فيها حنية شوي والأساليب معك. والأساليب تطورت كمان دكتور تطور. نعم. الأسنان كم سن داخل فم هلأ بالسن بالشخص البالغ المفروض يكون في 32 سن، طبعا هذا شامل أضراس العقل. بعض الأشخاص ما بتظهر عندهم أضراس العقل أو بيظهر جزء منها، يعني واحد أو اثنين من الأربع أضراس تبعية العقل، أو بتظهر كلها. فالأسنان الأساسية هي 28 وزائد أربع أسنان اللي هي أضراس العقل، والتي تختلف من شخص إلى آخر، في ناس تظهر عندهم وفي ناس ما تظهر، في ناس بتكون موجودة عندهم لكن بتكون منطمرة داخل العظم يعني تحت الاستواء وبتكون غير مشاهدة، يعني ما فينك تشوفها بالفحص السريري، إنما لما بنعمل أشعة للمريض ببين معنا وجودها من عدمه. سابق حتى كذلك دكتور، الدكتور يقول لك هاك روح سوي أشعة، تروح سوي أشعة الحين وأنت على كرسي المساج. ايوه تماما اكيد، وانت قاعد ياخذ الاشعه عليك وشوفها تماما، يعمل اسكان للاسنان كمان وتطور. دكتور خلينا نتكلم على الامراض اللي داخل الحلج، معنى اصح هي ما تكون الامراض، معنى اصح اللي هي السن. نعم. هناك اللثه، هناك اللسان، هناك اللعاب، هناك امور كثيره عشان نثري مشاهدينا في المعلومات العلم. شنو الامراض اللي في السن؟ خلينا نبتدي المثال التسوس، تمام، الجذور، بعد شنو عملية التلبيس، نعم نعم، العصب. خلينا نحكي بشوي على يعني نسلط الضوء شوي على تشريح تشريح الأسنان، لأنه مجرد يعني بيهمني أن المشاهدين يأخذوا فكرة بسيطة عن التشريح الأساسي تبعية الأسنان. لا تشرح على السن اللي قدامك يمكن عشان الآن موجود عندنا هون على هذا المثال. السن أول شغلة يعني منحب أنه نوضح أو نسلط الضوء عليه، أن السن موجود نحن منشوفه ظاهريا أنه هو موجود داخل اللثة، هيك بيبين معانا نحن أثناء الفم، لكن بالحقيقة السن ليس له علاقة مباشرة مع اللثة، السن له علاقة مباشرة مع العظم، هناك عظم اللي يحمل هذا السن، يعني السن قاعد بقلب حاضنة تمام، هذا بنسميه نحن عظم السنخ، هذا العظم هو اللي بيحمل السن وهو اللي بيشكله الأساس الداعمة لوجوده. اللثة وظيفتها أنه هي تغطي هذا العظم، فعلاقتها المباشرة هي بوجود العظم، وبتترك بينها وبين السن مسافة صغيرة بنسميها نحن هذا الميزاب سبحان الله، لحتى تساعد على تنظيف المنطقة حوالين الأسنان من الفضلات الطعام اللي بتكون بتتراكم عليه. فإذا أول نقطة أن السن موجود داخل العظم وهو الدعامة الأساسية في حمل السن، وبقاء السن في مكانه مرتبط أثناء عمر الإنسان كاملا مرتبط بصحة هذا العظم واللثة اللي محيطة بهذا السن، فهي البنية التحتية اللي تحمل فيها هذه الأسنان. لذلك مثلا بأبسط العبارات اللي ما بيعتني بأسنانه حيتشكل نوع من بنسميها نحن طبقة البلاك أو الجير على الأسنان، هذه الطبقة عبارة عن مستعمرات من ملايين البكتيريا،
مستعمرات من ملايين البكتيريا، وبعتقد عندنا سلايد على هذا الموضوع. خليني باخذها صوره عندي على ما يجهزون الاخوان، يمكن الان تمام مو موجوده عندهم. بس هذا طبقه الجير اللي موجوده على الاسنان هذه عباره عن مستعمرات من ملايين البكتيريا. هذه البكتيريا بتتكاثر ولها فضلات ولها نواتج من تماما هذه تماما هذه هي الصوره. هذا الجير ايوه اللي هو نشوفه دائما ايوه على خاصه بيظهر بشكل واضح بالمناطق الخلفيه من الاسنان. طبعا بيكون موجود ايضا بالمناطق الاماميه بس بيكون احيانا ابيض، لونه ابيض فما بيظهر بشكل واضح. طبعا المدخنين بيظهر بشكل اكبر. هذا بسبب يقال دكتور انه بسبب صوره على الهواء، يا ليت اللي قاعد يشوفونها متابعينا ظهرت حلو. ف الجير معنى اصح الاسنان بسبب اكثر شيء ضررا المدخن، اصحاب الكيف اللي الشاي والقهوه الشيشه يعني تمام التدخين التبغ وما التبغ معنى اصح والشاي والقهوه هم اكثر عدو للسن في عمليه الجير اللي نفس الصوره هذه. خليني أضيف لهالمعلومة اللي تفضلت فيها حضرتك. أيضا كل الحلويات إن صح التعبير و الحلويات تسوي جير طبعا، وعند المراهقين اللي مسمينا احنا هذه البطاطا المخزنة الشيبس أو المصطلح الشيبس اللي بيكون مليانة ملح وخل، هذه كمان من أحد أكبر مسببات وجود الجير على الأسنان، لأنه للأسف المراهقين ما كتير بيعتنوا بأسنانهم فبتتراكم، عدم تنظيف أسنان بتتحول لمواد لاصقة على الأسنان. طبعا هذه يعني أقول لك أنا هذه طبقة الجير عبارة عن ملايين البكتيريا عم تتكاثر، الجسم بده يدافع عن نفسه بسبب وجود هذه البكتيريا وهالأجسام الغريبة تماما، فبصير عندنا شيء اسمه التهاب اللثة. اللثة بتلتهب وهي محاولة للدفاع عن نفسها، هي عم تحاول اللثة تدافع عن نفسها. التهاب اللثة اللي هو يسبب مثلا تفخة باللثة صح؟ تمام. هل هو مؤشر للإنسان نفسه أن هناك مكروب أو شيء جسم غريب دخل على السن؟ أحسن بهالشرح. مجرد نحن عم نفرشي أي حدا من المشاهدين عم يفرشي أسنانه وعم يشوف نزيف من نزيف دم أثناء تفريش الأسنان، هذا دلالة واضحة أن هناك التهاب باللثة. اللثة السليمة بس مو شرط دكتور، في هناك بعض الأخوان هو حركة خاطئة حركة خاطئة إن شاء الله لما نوصل لسؤال الفرشة. الأخوان أكثرهم يستعمل بهذه طريقة خاطئة صحيح، يعور اللثة فوق وتحت وهو طريقة بس هو لما يعورها كمان هي بتلتهب، يعني لما يعورها كمان هي بتلتهب نتيجة التروما أو الرد اللي بصير عليها إن شاء الله. دكتور في دول الخليج تحديدا أكثر تسوسا، أنتم ما شاء الله عليكم الشوام أخواننا مثلا ما شاء الله ما في سوس، هل هو عامل الجو ام الماي ام والله عيالنا اكثرهم يعني مثال انه بلاد نفطيه وفلوس ومعبي ايوه وبياخذ من الحلويات لا هو التسوس موجود في كل مكان، يعني صراحه حتى بممارساتنا ببلادنا نفس الكلام، وهون بديرتنا بالكويت نفس المشاهدات بنشوفها، لكن المشكله ضعف العنايه، هي أول أسباب التسوس والمشاكل. قلة الاهتمام أو الكسل، أنا بسميها كسل لأنه يعني أنا بشوف الشباب أحيان لما بروح عند الحلاق بشوف الشباب بيقضوا ساعات طويلة عند الحلاق، لأن عم نحكي عن شباب مو صبايا طبعا، الصبايا كمان نفس الحكاية بيقضوا بالصالونات ساعات طويلة بيعتنوا بكل مظاهر الجمال عندهم، شعر ووجه ومكياج وإلى آخره، وتستغرب انه نفس الشخص اللي عم يصرف ساعه او احيانا اكثر عند الحلاق ما عنده استعداد يصرف 3 دقائق دقيقتين او 3 دقائق ليفرش اسنانه قبل النوم. يعني هون النقاط اللي فيها مفارقه، علما انه الشعر اقل اهميه من الاسنان، فهي هي النقطه. انا بعتقد انه الكسل، ترك التفريش احيانا لاخر مرحله قبل النوم، بيكون الانسان تعبان وخلص ماله خلق وبيحاول انه خلص بدي يروح انام وما فيني شيء، أسناني ما فيها شيء، فهذه هي النقطة. الكسل هو أحد أهم الأسباب. اثنين طبعا انتشار الحلويات بشكل كبير جدا وعدم التنظيف بعدها الحلويات، هذا أحد أهم أسباب المشاكل اللي بتصير في اللثة والأسنان. والماي أو الجو ما له مؤثر؟ لا 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 الجو ليس له، لا طبعا. مدام تطرقنا عملية تنظيف الأسنان وعندك الفرشة دكتور، أيهما أفضل، الفرشة الخشنة أم الناعمة؟
لاحظت انا يعني ما عرفتها يعني السنوات الاخيره ان حتى بالفرش في ارقام 318 316 احنا نعرف اللي بالسابق هذه فرشه موجوده خذيناها ورحنا. تمام. شو الفرق بين الفرش؟ انا بقول لك نقطه، الدعايات التلفزيونيه اللي بتطلع لفراش الاسنان واحدة من الأسباب السيئة اللي بتخلي الناس تتضلل باختيار فرشات الأسنان. ما زلنا نعتقد أن المريض يجب أن يختار فرشات أسنانه بالتعاون مع طبيبه. طبيب الأسنان هو الأكثر قدرة على اختيار فرشات الأسنان المناسبة لك. يعني ممكن يكون عندك أنت حت أو تعرية في الأسنان فتروح تستخدم فرشة خشنة أكثر، وبالتالي تزداد الأمور سوءا. ليه؟ لأنه والله ممكن شفت على دعاية على موجودة على التلفزيون إنه هذه أفضل فرشاية في العالم وفيها تكنولوجي خطير وإلى آخره، فبروح بتركض الناس وبتشتري هذه الفرشة دون وعي وإدراك إنه هل تناسب الحالة تبعي أو لا. ممكن نحي الله واحد يأخذ هذه الفرش. تماما. أي. يعني مثال الرجل البالغ له فرشاة. تمام. صغير طبعا فرشاة. الطفل طبعا الطفل له فرشاة اكيد طبعا. اختلاف فيه، اللي عنده مشاكل لثوية له فرشاة مختلفة، اللي عنده مشاكل تسوس كمان له فرشاة خاصة. طبعا في حال ما بدنا نفوت بهذه التفاصيل او الشخص يقول لك انا مالي خلق روح اسال شو الفرشاة المناسبة والاخري، نستعمل ابسط وابسط الفراشي مثل هذه الفرشة اللي جبتها معي اليوم. بغض النظر عن ما بدنا نطلع علامات تجارية، فرشة بسيطة جدا وفيها الفايبرز كثيفة تبع الفرشة، هذه الالياف او الاشعار. نعم دكتور. ايه هذه وسط الميديوم وصل. استعمل ميديوم وبسيطه في حال لم تكن تعرف، بحال ما زرت طبيب اذا لك. اذا ما زرت طبيب او اخذت استشاره يعني طبيب اسلم الامور، اسلم الامور، خذ الميديوم تمام وبسيطه. في كثير فراشي اسنان طبعا باشكال عجيبه وغريبه، ظاهره من قدام من وراء ماكينه. أيوة. بس انت حط طبعاً بن بتعمل شغاله. أيوة تمام. هذه كلها مضره في كثير من المبالغات، صراحه المبالغات التجاريه. انا في بيتي بستعمل مثل هذه الفرشه، ابسط فرشاه ممكنه، لانه طريقه التفريش هي الاكثر فعاليه بالتنظيف وليس شكل الفرشاه. طريقه التفريش الصحيح شنو؟ نعم، طريقة التفريش طبعا دائما احنا بنكرر نفس النموذج، دخول على السن بزاوية صحيحة بدون ميلان شديد مع ضغط، فكرة الضغط اللي دائما بنكررها بكل مناسبة. متى ما ضغطنا على الأسنان لاحظ كيف الأشعار تبعيت الفرشة بتدخل بين الأسنان، وهي الفرشة اللي حدا بيطلع عليها مصنوعة من حزم من الأشعار وليس حزمة واحدة. الهدف منها أنه هذه الحزم تدخل بين الأسنان، تدخل مباشرة بين الأسنان أثناء الضغط وبحركة نصف دائرية، ومثلا إذا كنا عم نفرش الأسنان العلوية فبتكون يعني لتحت. دكتور معنا صح، من فوق لتحت. تمام. مثل طريقة الكنز جربتها دكتور. أنا أيوة؟ ما بتكلمها يعني. خليني أقول اللي بخاطر متابعينا. تمام. جربتها دكتور. أيه. مملة 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 لأبعد حد. فأنا بيني وبين نفسي والله ما أقول يا حبيبي أسوي هذه أحسن من فوق تحت فوق تحت، أسوي مموجة. أنا بقول لك ليش الملل؟ الملل لأنه ليس هناك ذاكرة عضلية باليد، ما في ذاكرة عضلية باليد لاستخدام هالطريقة. مجرد تدربت عليها عدة أيام اليد بصير عندها ذاكرة عضلية، فبتتحول بدل ما تاخذ معك في اول ايام خمس دقائق مثلا لتفرشي اسنانك بهذه الطريقه، بتصير بتاخذ معك دقيقه او دقيقتين. يعني اللي فوق اخذ من فوق لتحت. أيوة تحت. بس الضغط هو الفكره من كلها تحت لفوق. الفكره كلها بالضغط، اذا ما ضغطنا في الاشعار تبعيه الفرشاه ما راح تدخل بالمسافه بين الاسنان. انت تبي تدش بين الاسنان، هو كل المشاكل بالمسافات اللي بين الاسنان كلها، كل المشاكل. لذلك الشخص، انا من خلال الانستغرام تعرف التواصل مع الناس ومن خلال المرضى اللي بيزوروا العياده بيقول لي انا بطلع على المرايه بحس اسناني نظيفه. هو مزبوط، لانه هو عم يطلع على السطح الخارجي تبعيه الاسنان، وطبعا بيهمه بس الظاهر الابتسامه لما بيبتسم، الاسنان الخلفيه خليه يولي. ف بشوف هو السطح الخارجي تبع الاسنان انه نظيف، فبيعتقد انه الاسنان نظيفه. هو هذا السطح الخارجي تبع الاسنان املس، فكثير صعب يعلق عليه اصلا اي فضلات. اللي المناطق اللي بتعلق فيها هذه الفضلات هي المناطق اللي بين الأسنان، خاصة بالأسنان الخلفية، وهي المناطق هي أكثر المناطق بالإحصاء اللي بيصير فيها تسوس وبيصير فيها مشاكل باللثة وبتسبب رائحة فم و و إلى آخره. دكتور بالنسبة كذلك للسان له فرشة، له فرشة خاصة طبعا. ايه الفرشة اللي هي طبعا أي لسان بني آدم ايه؟ تكون هني فوق اللسان طبقة الأكل استطعام اللي أنت كليته أو الأكل اللي أنت كليته. ايه؟ هذا يسبب رائحة بعد كذلك، فاللسان
له فرشاته فرشاة تسويها طبعا. طبعا بس فرشاة خاصة لها دقيقة طبعا وموجودة يعني ومتوفرة بالصيدليات موجودة بتكون أحيانا في نفس الفراشة بيكون إلها بظهرها بيكون إلها شكل مميز مشان يعمل نوع من التفريش والتنظيف أنا استعملتها دكتور فترة من الزمن تمام لاحظت لسان عندي صار غريب علي مو لساني اللي أنا أعرفه إيه طبعا لأنك عمد والجوانب اللسان حسيت أني ما أدري كطريقتي قد تكون عم تبالغ بيستخدم اي قد تكون عم تبالغ هو يعني كمان هذا في ناس ببالغوا بالتفريش بالمناسبه ولما ببالغوا بالتفريش بيسببوا رد للثه اللي موجوده حوالين الاسنان وبالتالي بتصير هذه اللثه بتحاول تهرب من المكان فبتنسحب او وبصير فيها نوع من التراجع عن اعناق الاسنان فهذه كمان وحده المبالغه كمان مو مطلوبه هل في ناس عندهم وساوس اللسان له فرشه خاصه ايه في فرشه خاصه له. طبعا في نعم. في موجوده ومتوفره نعم. دكتور اكثر يعني الاخوان خلينا ناخذها في جانب الرجال اكثر شيء احنا نقول طبع تطبعوه بعد الوجبه الدسمه اللي كلوها قاعد هو يسولف خذ العود فيب العود هي اكثر العادات اكثر ضررا للاسنان هو هذا العود اللي قاعد يعطيك اياه وماخذ العود وتسولف معاهم يعمل جيوب باللثه ومجرسة يخلي الاكل يدش حلو يصنع يعني نفس البيت باللثه حقله كلمنا على ضرر هذا العود وهي ايهما افضل هي بنشوفها مشاهده بكل مكان السلك اللي يستعمل الخيط او السلك بمعنى اصح هو أحسن من هذا العود أكيد أم أكيد. اثنينهم مضرين هذا أضر ضررا شوي تمام طبعا هي ظاهرة اللي تفضلت فيها أبو خالد هي الظاهرة موجودة بنشوفها في حتى في أحيانا بالمطاعم بنشوفها خطورة هذه النقطة مو على الأسنان بقدر ما هي خطورتها على اللثة نفسها. المحيطة بالأسنان طبعا هو بحاول شكل هذه القطعة بيكون غير منتظم شكل القطعة غير منتظم وبالتالي هو بيحاول يحشرها بين الأسنان ولما بيحاول يحشرها بين الأسنان هو شو اللي بيصير بيخلق عمليا فراغ بين الأسنان وبيأذي اللثة يلي في المنطقة اللي بين السنين وبالتالي بتصير اللثة هذه ناشفة هو بيشعر عم يدخلها بيشعر انه لا عم اللثة عم تحكه كانه صادها مسك اللحمه ايوه بتحس انه اللثة عم يحكه فبيدخلها اكثر يعني بيفكر انه هيك هو عمليا هو بالعكس هو عم يزيد الحل لها دكتور مثال استخدام الخيط بقايا الطعام الخيط استخدام الخيط السني وفي او النايلون يعني الباكيت مضر تمام. باكيت التدخين في موجود ومفيد أي في هو التدخين كله ما بدنا التدخين كله نقول التدخين مضر وما بدنا حتى فوائده للتدخين دكتور عندنا صور راح نعرضها على الشاشة ونبي نشرحها بشكل عام على عين شنو هذه الحالة قبل وبعد تمام. يلت مخرجتنا إذا جهز الصور نعم جهزنا يلت نشوفها على الهواء وهذه دكتور هذه الابتسامة نعم هذه حالة كيف بتتشكل طبقة البلاك أو الجير مع التصبغات على الأسنان نعم. في كثير من هالحالات بتجي لعنا على العيادة بتظن مثلا المريضة أنه هي محتاجة لتركيبات لحتى تجمل نعم. هذا بعد التعديل هذا فقط عملنا عملية تنظيف وتبييض تنظيف وتبييض فقط بس أنا راح أتكلم عن التنظيف دون الحاجة نعم. لأي تركيبات ما عملنا أي تلبيس نعم. فقط عملية تنظيف مع عملية تبييض مباشرة بنفس نعم. بنفس الصور الجلسة. تكملتها عرضوا لي الصور كلها فأحيانا كثيرة هذه نعم. الصور هذه حالة لمريضة ما رغبت عندها ازدحام بالأسنان وعندها فراغات مثل ما احنا شايفين فالابتسامة غير مستوية بس ما عندها رغبة بسبب شوي تقدم بالعمر ما عندها رغبة أنه تعمل تقويم. وعندها طبعا واجب اجتماعي لأنه هي شخصية اجتماعية عادي فرغبة أنه تعمل تجميل للأسنان دون اللجوء للتقويم صح؟ أيوة دون اللجوء لتقويم الأسنان مع أنه كان الأفضل أنه نعمل تقويم للأسنان قبل دائما نعم. بهذا دكتور شفنا الصور هذه تجميل هذه طبعا نفس الحالة هذه حالة كمان قبل العلاج لمريضة كانت راغبة أنه تعمل تجميل للأسنان تبعها وعملنا لها كمان بما يسمى بقشرة السيراميك أو الفينير أو المصطلح العام المتداول اللي هو الهوليوود سمايل دكتور ذكرت أنت أن
أول صورة شفناها عملية تنظيف. نعم. هناك البعض يقول أن عملية التنظيف مضرة للأسنان. الله سبحانه وتعالى حط لك حماية الأولى. أنت بتزيل هذه الحماية مع عامل الوقت السن بيصير هش. فأي يعني دزة أو دفشة على قولت أخواننا المصريين تمام بيروح السن. زقة. زقة. طبعا هذا من الشائعات الخاطئة جدا جدا. وانتشارها هو الأسوأ بهالموضوع. طبقة البلاك أو الجير هي أكبر عدو للأسنان وللثة المحيطة بالأسنان لسبب بسيط، أن هذه الطبقة مثل ما حكينا ببداية الحلقة هي عبارة عن مستعمرات من ملايين التنظيف البكتيريا. ما يضر الأسنان أبدا نهائيا. بقاء الجير وبقاء البلاك على طبقة الأسنان بتسبب تسوس وبتسبب يمكن يفرق الدكتور عملية في الماضي والحاضر. يقول في الماضي كانت تشيل الجير والطبقة الحم، الآن لا ما في لا صدقني ما في شيء بيقدر يشيل طبقة المينا. طبقة المينا اللي الله خلقها هذه من أقصى طبقات، أقصى من العظم، أقصى من عظم الإنسان. بس يقول لك الآن لما تزور عيادة أسنان يقول لك أنا عندي ماكينة فقط تشيل الجير، غير الجير ما تشيل. هذا طبعاً طبعاً هذه بنستعمل فيها بالأمواج فوق الصوتية، فمو قادرة أصلاً تشيل المينا. ما في شيء قادر يشيل المينا إلا لما بنحفر السن نحن بنسميهم هذه البيرز أو السنابل الصغيرة اللي بنحفر فيها، بتدور بسرعة 450 ألف دورة ومرصعة بذرات ألماس لحتى تقدر تحفر هذه المينا. أما التنظيف لا يمكن أن يمس بالمينا نهائياً. خلينا نشوف تكملة الصور وتعلق كذلك عليها دكتور. تمام. يمكن عندنا صور كثيرة وراح نشرح طبعاً. لأن العين يعني توصل أكثر من الحديد. أكيد طبعاً أكيد. هذه الصورة. هذه كمان حالة لمريضة رغبت بتجميل أسنانها، لاحظ كيف عندها فراغات بين الأسنان. وهذه الفراغات بين الأسنان طبعاً هي اللي مسببت لها مشكلة بالابتسامة، ورغبت إنه هي تتخلص من هذه الفراغات. بهيك حالات لدينا طريقتين للحل، إما إنه بنعمل تقويم للأسنان. وإما أيوة تلبيس. وإما إنه بنعمل قشرة الفينير أو ما نسميه نحن الهوليوود سمايل. بهذه الحالة اختارت المريضة الهوليوود سمايل، ولاحظ كيف رجعت الأسنان مصفوفة بشكل جيد وزالت الفراغات تماما الموجودة بين الأسنان. طبعا هذا الحل. هذه دكتور هذه مريضة لما بتبتسم وموجودة بنسميه نحن الجامي سمايل أو الابتسامة اللثوية. يعني المريضة لما بتبتسم لاحظ كيف في كمية كبيرة من اللثة بتظهر بين الشفة العلوية وبين الأسنان، هذا بيعطيها بيخفف كتير من جمال الابتسامة. بهيك حالات نحن لازم نلجأ بالتعاون مع الأخصائيين الجراحة. شو تسوون دكتور؟ ترفعون السن؟ أي طبعا أي من أول شيء بنعمل جراحة، طبعا هلأ صارت هالجراحة بسيطة بنعملها بالليزر، منقص اللثة المحيطة بالأسنان وبنرجع بنرسمها لاحظ كيف وبنرفعها لتصير على مستوى الشفة العلوية، وفيما بعد بنحط القشرة التجميلية مثل ما شفت الصورة. على يقول دكتور نص الجمال الابتسامة. نعم أنا برأيي كل الجمال، كل الجمال، كل الجمال الابتسامة بمنتهى البساطة. خليك في أي مكان بتروح وأنت متوتر، الطالب لما بيفوت على الصف وبيشوف الأستاذ أو المدرسة موجودة في الصف، إذا ما إذا بس تبتسم بيشعر بالارتياح بالطمأنينة. بس تدخل على الدار وتشوف والدك مبتسم تشعر بالطمأنينة. دكتور هذه الأسنان هذه حالة توريد للثة أو اللي بنسميها نحن تخفيف اللون الداكن تبع اللثة. لاحظ كيف فوق هل هذا من السجائر دكتور؟ أحيانا التدخين هو عامل مساعد، بس معظم هذه الحالات هي سببها وراثي. نعم. معظم وراثي. هذه الحالات هي سببها وراثي. هذا شنو سويته هني الدكتور اللي بالليزر؟ طبعا اي شلنا بتنشال طبقه بسيطه سطحيه من اللثه بالليزر، واصبحت هذه العمليه امنه وسهله وغير مؤلمه على الاطلاق. شنو حتى احيانا بنعملها بدون تخدير. شنو تستعملون دكتور مثلا في عمليه ازالتها؟ هل هي جراحه ام اجهزه؟ جراحه، خلينا نقول جراحه بالليزر. يعني هو الليزر صار الليزر هو عباره عن موجه ثابته بتقدر بكل بساطة تعمل لنا أشط لطبقة كتير رقيقة من هذه اللثة. لما منشيل هذه الطبقة بدون أن تسبب نزيف، طبعا الليزر ما بيسبب النزيف، لما بنعملها بالجراحة فقط بتكون فيها نزيف. أما بدون جراحة بالليزر صار بمنتهى السهولة فينا نشيل هذه الطبقة ونخفف. طبعا هذه قابلة للعودة مرة ثانية. يعني هي مشان نوعي الجمهور. هذا
هلا شائع جدا المرضى بيجوا مشان يغيروا الحشوات الفضيه. هذه الحشوه دكتور ما تسبب لمعه بالاسنان ابدا على الاطلاق. انا يعني ما زال طب الاسنان عاجز ان ياتي بشيء مثيل لهذه النوع من الحشوه. احسن بس طبعا ما فيها اي شيء تجميلي، ما فيها اي شيء تجميلي، بس طبعا حطينا وهذا دكتور صور. اي هذه اثناء مراحل تغيير هذه الحشوه. لاحظ كيف شلنا الحشوه دون ان نزيل زياده في السن. والمراحل اللي بعدها بنستعمل نوع الماده هذه الزرقاء، هذا نوع من التخريج. هذا شنو؟ هذا حمض فوسفور بيستعمل حتى نثبت الحشوه التجميليه مكان الحشوه السابقه. زين ليش ما تخلون مثال دكتور؟ نشوف ايوه هذه الحاله، هذه النتيجه النهائيه كيف. هذا ابيض تمام اللي اول واحد شفناه طبعا. هلا هلا الخط العام الناس كلها بدها شيء شل تجميلي. شو الفرق مثلا؟ شوف انت قلت ما في احلى من اول أحسن واحد شفناه. احسن مو احلى احسن ايوه الفضي صح؟ طيب اكيد طبعا. زين الابيض الان اللي شفناه اخر شيء، هل الفضي احسن من الابيض مثلا؟ اللي عنده اللي اوريدي عنده يعني موجود عنده حشوات فضيه ما وما في أي سبب لإزالتها، يعني ما في ألم تحت الحشوة، ما في انكسار بالحشوة، يعني الحشوة سليمة 100% مثل الحالة اللي شفناها. الحشوة كانت كتير سليمة وما فيها أي مشكلة، ما في أي داعي لتغيير هذه الحشوات. بغض النظر عن شو بيقولوا الإعلانات التجارية اللي بنسمعها عن تبديل الحشوات. الإعلانات التجارية غير صادقة دكتور، شوفوا كشان حملة على الإعلانات. أيوة تمام. يفكرونها مادي فقط. أيوة تماما للأسف طبعا. هذه الصورة دكتور، هذه الحالة اللي هو بنشوف نحن انكسار بالأسنان الأمامية، بعض التكسرات بنشوفها كتير موجودة، وأنا ببعثوا لي أحيان صور على الإنستغرام لهيك لأسنان لهيك أسنانهم بهذه الحالة، وبيظنوا إنه محتاجين يعملوا تركيب. لا هذه الحالة في جلسة واحدة في العيادة، حشوات تجميلية بسيطة ملائمة للون السن، ما تطيح أبدا إذا معمولة بشكل صحيح، ما تطيح أبدا وبتعمر طويلا وبتعيش لآخر العمر، وما تحتاج إلا لصيانة دورية، اللي هي لما بيجي المريض كل 6 أشهر بيعمل تنظيف، بنعمل له بوليش، بنعمل له تجذيب، فما بتحتاج أكثر من هيك. اللي بيأسفنا أنه بنشوف هيك حالات بنلاقي أنه المريض رايح عند طبيب معين وعامل له تلبيسات على الأسنان بدون أي داعي لهيك حالة. خلينا نشوف هذا العصب دكتور. هذه اخترناها بالصور، هذه صورة لعلاج عصب بعد الانتهاء منه. المقارنة هي بين السن المعالج للعصب والسن اللي يمه، السن اللي جنبه تماما. لاحظ كيف بتكون العصب قاعد بقلب أقنية بجذور السن، وهذه الأقنية هي اللي بتحوي العصب. بعد انتهاء معالجة العصب لازم المريض يشوف، يطلب من طبيبه يشوف صورة الأشعة للسن بعد علاج العصب. لازم يكون شايف الحشوة البيضة تبعيت العصب واصلة لنهاية الجذر تبع السن. نحن بيهمنا كثير أنه نوعي المرضى لهذا الموضوع لحتى ما يوقعوا فريسة لا سمح الله لشخص يعالج هيك أمور دون أن يكون له الأهلية لهذه العلاجات. علاج العصب، حشوة العصب يجب أن تصل لنهاية الجذر قدر الإمكان زائد ناقص 1 ملي، ولازم تعبي كل الأقنية اللي بيوعد فيها كان العصب سابقا، وإلا بصير في خراج لاحق، وهذا بنشوفها كثير إنه واحد عامل بيقول لك أنا عامل علاج عصب بس لسه عندي ألم، أو عامل علاج عصب بعدين صار معي الصحيحة. تماما عندي صار خراج بعد العلاج أو إلى آخره. نعم خلينا نشوف آخر صورتين. نعم آخر صورة خلينا نشوف آخر صورة. نعم هذه صورة كمان نوع من التوعية لأهالينا الكرام للأطفال إذا كان تعرضوا لعملية خلع أسنان لبنية مبكر. الأسنان اللبنية لما بيصير فيها الطفل تبعات الأطفال، إذا صار في خلع مبكر يروحوا عند أخصائي أسنان أطفال لا يعمل لهم هذه اللي بنسميها نحن سبيس مينتينر أو حافظة المسافة، اللي هي بتوفر كثير من المشاكل بالمستقبل. وظيفتها بكل بساطة تحفظ المسافة بين السنين المجاورين لمكان الخلع بحيث يطلع السن الدائم بمكانه تماما، وإلا إذا ما ركبنا هذه حافظة المسافة الأسنان المجاورة لمكان الخلع حتميل على بعضها، وبالتالي السن الدائم ما حيلاقي مكان لأنه يبزغ، وبالتالي الطفل حيصير عنده فيما بعد مشكلة ببزوغ الأسنان ومشكلة تقويمية يحتاج معالجة تقويمية، وكان بكل بساطة ممكن حلها بهالحل البسيط هذا. بهذه الصورة. نعم. دكتور يمكن أكثر الإخوان أو الخوات نعم أسنانه ما فيها شيء. نعم خلنا نقول أو نبتدي في شغلة اللي هي السن اللي أعطاك إياه الله سبحانه وتعالى. نعم. لا يعوض بأي سن تسوي. وهو أجمل شيء. وهو أجمل شكل في الكويت، في أمريكا، في بريطانيا، في أي دولة تروح، في أغلى الثمن
لا أعطاك يا الله سبحانه وتعالى لا يقدر بثمن. هناك البعض من الأخوان يعني أسنانه حلوة جميلة يمكن صفرة شوي مو مشكلة بس أنها حلوة صفتها ومقاسها، يروح عند دكتور الأسنان أو عيادات التجميل ويشيل أسنانه أو يبرمهم أو ينحتهم معنى أصح ويركب ابتسامة أسنان هوليود ما يسمونها أنا المصطلح الأسنان درجة اللون السن نفس الكشاف اللي أنا وياك الحين علينا أكيد ضارب طبعا حلو. شل يعني شنو تنصح أولا سن وعملية التلبيس أو الموضة اللي هي الأسنان اللي قاعد يقولونها وما هي أكثر يعني إقبال من الأخوان في عملية الأسنان اللي يبغون؟ نعم بشكر كثير أخي أبو خالد على هالنقطة اللي أضقتها. هذه مشكلة بنشوفها كل يوم حقيقة وبنزعل كثير لما خاصة في بيجونا مراجعين بعض المرضى بتقلي المريضة أو المريض هل أحتاج أنا أني أعمل مثلا ابتسامة هوليوود أو ما شابه أركب قشرة فينير أو الأخير بلا لا ابتسامتك رائعة جدا أنت محتاجة شوية تنظيف مع تبييض وخلص هذا هو كل ما تحتاجينه. بتزعل لما بتشوف هذا المريض أو المريضة راح مثلا بمكان آخر ورجع لك بمشاكل كتير لأنه ركب هذه التركيبات بدون أي داعي. الابتسامة الطبيعية هي ابتسامة هوليوود أنا برأيي، الابتسامة الطبيعية هي ابتسامة هوليوود. طبعا هذا لا ينفي أنه نحن مثل الحالات اللي شفناها في حالات تستدعي أن نقوم بتجميل الأسنان، هذه لا حول ولا قوة. أما في ابتسامات طبيعية بيكون فيها شوي مشاكل بسيطة ممكن حلها بخيارات مو غالية خيارات رخيصة وقابلة للتبديل وبتخلي وبتحافظ على السن على شكله الأصلي. لذلك طلع عنا شيء اسمه مثلا قشرة السيراميك اللي هي بدون برد للأسنان، هذا كان حل وسط للناس اللي مصممة إنه هي تحصل على هذه الابتسامة بس بنفس الوقت أسنانها سليمة والصفة تبعها طبيعية، فممكن إنه تلجأ لهذا الحل لأنه بأسوأ الاحتمالات ممكن إزالة هذه القشرة لاحقا والعودة للأسنان الطبيعية أو اللي صار في ناس تستخدمها للمناسبات ابتسامة سندريلا الاسم الشائع اللي هي بتستعملها فقط في الحفلات يعني بتعمل ابتسامة فيك مثل باروكة الشعر، لكن صار في عنا باروكة صار عنا باروكة للأسنان منصنعها وبتستعملها المريضة أو بتستعملها المراجعة طريقتها شلون طريقتها يعني بناخد بس مقاسات للأسنان ومنصنعها في المختبر بالشكل وباللون اللي نحن تلبسها منلبسها على الأسنان بشكل مؤقت تخلص الحفلة بنشيلها تمام مثل أي باروكة مكياج حلق أو إسوارة أو إلى آخره، صار بتنضم هالابتسامة لباكيت المجوهرات تبعيد السيدة. هذا طبعا صار كمان شائع وموجود. طبعا الخيارات التجميلية كبيرة، الابتسامة الطبيعية كانت ولا زالت وستبقى هي الأجمل وأعتقد أن المستقبل حيثبت هذا. التلبيس الآن نعم. أيهما إقبالا أكثر؟ نعم. مسميات التلبيس شنو دكتور؟ التلبيس طبعا حسب نوع التلبيس المسميات الشائعة يعني مثال منقول نحن الخزف اللي هو البورسلين أو الزيركونيا. زيركونيا طبعا هو ليس حجر هو معدن وهذا أحدث شيء الآن نحن عم نستخدمه. صار في شيء نستعمله بيسمى الكراون بتقنية الكات كام اللي هي التصنيع عن طريق الكمبيوتر، صار نقدر ناخذ المقاس ونصنع التلبيسة عن طريق الكمبيوتر. في القشرة اللي بنسميها نحن الفينير هذا كمان الاسم العلمي تبعها، وفي أسماء تجارية كثيرة لعملية الفينير يعني بيسموها أحيانا لومينير بيسموها جلام سمايل بيسموها ثري إن فينيرز، في أسماء متداولة كلها أسماء تجارية والفكرة واحدة اسمها الفينير أو القشرة. دكتور لما عملية التلبيس نعم يعني هذا بديهيا أو من واقع تجربة معنا أصلا خلني أقربها لك أكثر، نطق الأحرف تفرق معاك بسنك اللي أعطاك يا الله سبحانه وتعالى السن اللي أنت لبسته تمام. السيطرة على اللعاب نعم مو نفس في السابق، تقدر تسيطر على لعابك في عملية التلبيس نعم ما تسيطر على اللعاب أكيد. برجع بقول لك التلبيس له أكيد إيجابيات وله أيضا سلبيات. السلبيات اللي عم تتفضل فيها هي موجودة لكن أنا برأيي خطة العلاج بتلعب كتير دور بتجاوز هذه المشاكل. لما بيكون الطبيب أخصائي ومتمكن من عمله بيخفف لك كتير من هالمشاكل اللي ممكن تعترضك أثناء
نعم. عملية التلبيس أو السلبيات اللي ممكن تصادفك أثناء هذه العملية. نعم. أيضا في أخطاء شائعة عند الناس بتظن بس دكتور عندنا عندنا نعم. عندنا تقرير عن عن الأجهزة في العيادات الطبية نبي نشوفها احنا وياك ومع مشاهدينا الكرام، نشوف هذا التقرير ونرجع مع ضيفنا. واحدة من الحالات النادرة اللي ما بنشوفها كل يوم في العيادة، يعني نادرا ما نشوفها مثل هذه الحالات، اللي هي ضرس العقل إذا ملاحظين بمنطقة الفك السفلي على الطرف اليمين من الشاشة، ضرس العقل مغطي الضرس اللي قبله اللي هو الطاحونة اللي قبلها، يعني اللي مسميها نحن السكند مولر. بالعادة بيكون الضرس العقل هو اللي منطمر بقلب العظم، لكن بهذه الحالة هي السن اللي قبله هو اللي منطمر وضرس العقل هو اللي مغطيه، حتى الضرس الأول مايل باتجاههم فطالع هيك عامل مثل مشهد رومانسي كأنهم يعني عائلة ضامة بعضها. طبعا هذه من الحالات كثير نادرة اللي بنشوفها. بهيك حالات الأفضل هو خلع ضرس العقل اللي هو السن اللي فوق، والسن اللي تحت نسحبه ونجره للإطباق عن طريق الجر التقويمي، يعني بنعمل حل تقويمي بنسحب هذا السن بنرجعه لصفة الأسنان اللي موجودة مع باقي الأسنان. الحالة هذه دكتور يعني علاجها ايش كثر تكلفك وقت؟ طبعا اول شيء عمليه الخلع الجراحي عمليه متوسطه مو صعبه، لكن الجر التقويمي يحتاج عمليا الى 6 شهور لحتى يرجع السن ينصف مع باقي الاسنان. واحدة من الحالات النادرة اللي ما بنشوفها كل يوم في العيادة، يعني نادرا ما نشوفها مثل هذه الحالات، اللي هي ضرس العقل إذا ملاحظين بمنطقة الفك السفلي على الطرف اليمين من الشاشة، ضرس العقل مغطي الضرس اللي قبله اللي هو الطاحونة اللي قبلها، يعني اللي مسميها نحن السكند مولر. بالعادة بيكون الضرس العقل هو اللي منطمر بقلب العظم، لكن بهذه الحالة هي السن اللي قبله هو اللي منطمر وضرس العقل هو اللي مغطيه، حتى الضرس الأول مايل باتجاههم فطالع هيك عامل مثل مشهد رومانسي كأنهم يعني عائلة ضامة بعضها. طبعا هذه من الحالات كثير نادرة اللي بنشوفها. بهيك حالات الأفضل هو خلع ضرس العقل اللي هو السن اللي فوق، والسن اللي تحت نسحبه ونجره للإطباق عن طريق الجر التقويمي، يعني بنعمل حل تقويمي بنسحب هذا السن بنرجعه لصفة الأسنان اللي موجودة مع باقي الأسنان. الحالة هذه دكتور يعني علاجها ايش كثر تكلفك وقت؟
طبعا اول شيء عمليه الخلع الجراحي عمليه متوسطه مو صعبه، لكن الجر التقويمي يحتاج عمليا الى 6 شهور لحتى يرجع السن ينصف مع باقي الاسنان. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وما زلنا نحن وياكم متواصلين ومع ضيفنا الدكتور غالب الكيلاني اخصائي علاج وتجميل الاسنان. دكتور، بعد التلبيس العمر الافتراضي لهذا السن اللي او طقم الاسنان اللي لبسوه كم عمره الافتراضي؟ بعد اجراء عمليه التلبيس عمر او بقاء السن مدى الحياه مرتبط بعده عوامل، أهم هذه العوامل هو مدى عناية المريض بنظافة وصحة الأسنان والفم. شلون العناية؟ كفرشة، كزيارة؟ طبعاً. أول شيء تفريش الأسنان والتنظيف، استعمال الغسول، استعمال الخيط في التنظيف في المناطق المحيطة بهذا التلبيس. أضف إلى ذلك الزيارة الدورية للطبيب للوقوف عند أي مشكلة بتصادف، أي مشكلة لثوية بالعظم بالسن نفسه بتصادف بعد عملية التلبيس. في حال كانت هذه الأمور مسيطرة عليها وزيارات دورية والتنظيف مستمر بشكل يومي، ما في أي سبب يدعو، إلا طبعا إذا صار أمراض جهازية لا سمح الله، أو صار في أورام، أو صار مشاكل صحية عامة، ما في أي سبب أنه يخسر هذه الأسنان أبدا مدى الحياة. نعم، معنا اتصال. أبو عبد الله مساء الخير. مساك الله بالخير. حياك الله يا أستاذ. حياك الله. الله يحييك، يشكرك على البرنامج الطيب. تفضل بضيفك. حياك الله. سؤالك يا أبو عبد الله. الحمد لله طول عمرك. سؤالك بخير، عساك بخير دائما. سؤالك. في عندي مشكله بال الضرس، ضرس العقل. اي نعم. ده ممكن نكلم؟ تفضل. سؤالك شنو؟ سؤالك تفضل. السؤال والله انا طبعا بالنسبه لضرس العقل نعمل لي العصب مرتين، وصراحه انا اهملته في البدايه، يعني هذا نقول غلطتي، بس ان شاء الله القى علاج. ونعمل مرتين اللي هو العصب طبعا في مستوصفاتنا، وبعدين رحت برا وركبت فوقه مثل تركيبة، يعني تركيبة ضرس. نعم. فوقه. نعم. وكان زين، ضغط شوي، بس الحين أحس بخدار في المكان تحت، يعني أعتقد إنه مو في شيء مو طبيعي. تحس إن شاء الله يعني نحصل حل عند الدكتور إن شاء الله. كم عمرك بعبد الله؟ أنا أخوي يعني فوق 53. العمر كله إن شاء الله يا أبو عبد الله. الله يطول بعمرك. ما ضغط سكري ما فيه صحيح؟ أمراض. لا الحمد لله. الحمد لله. فينا نسأله بس سؤال أخي عبد الله، الخدر عم تحسه بكامل الفك ولا بس بمنطقة الضرس؟ لا بمنطقة الضرس خفيف، بس إذا أطق عليه مثلا أطق عليه بصبعي أو بالفرشات. نعم. أحس إنه مو كأنه مو ثابت، يعني مو ثابت. في عوار. نعم. شوي. نعم. إيه؟ إن شاء الله راح تسمع الرد يا أبو عبد الله. شكرا لك. دكتور أخوي أبو عبد الله يقول ضرس العقل. نعم. يقول بداية أنا أهملته. نعم. ثم عالجته مرتين. نعم. في مستوصفات. نعم. الحكومية. نعم. يقول بالخارج ركب في تركيبة، ركبها على الضرس تحديدا، عملية تخدير حسب ما سمعت منه. نعم. إيش اللي قاعد وجود حالة أبو عبد الله فيه؟ تمام. حالة الأخ عبد الله بحالة الخدر اللي موجودة في السن معناها هناك وجود مشكلة، هذه المشكلة على الأغلب بعلاج العصب تبع ضرس العقل. ضرس العقل هو أكثر سن فيه شذوذ عن باقي الأشكال التشريحية للأسنان، فاحتمال جدا وارد أن يكون أثناء عملية علاج العصب لهذا الضرس هناك واحدة من القنوات ما تم اكتشافها أو كانت شاذة أو الطبيب ما تمكن تسبب تخدير له، ممكن يشعر بنفس هذه الأعراض. طبعا الحل بمثل هذه الحالات هو أنه نشيل هذا التلبيس ونحاول أنه ندخل على السن مرة ثانية لنشوف وين المشكلة بعلاج العصب اللي بس نطمنها موجود. الآن أنه ما في شيء يعني لا إن شاء الله، لا إن شاء الله العملية بس بسيطة. أول خطوة في الحل لازم يشيل التلبيس ونرجع ندخل على السن مرة ثانية، وفي أسوأ السيناريوهات اللي هو دائما نقترحه أنه في ضرس العقل إذا ما بعد علاج العصب حتى بعد المعالجة الممتازة تم الموجود، تم الألم موجود أو تم هذا الإحساس بالخدم موجود، منشيل الضرس مباشرة إن شاء الله. دكتور أكثرهم. نعم. أو الغالبية تستغني عن ضرس العقل. نعم. حتى يأخذونها يعني بفكاهة وضحك. نعم. وغشمرة. هي. يقول خلاص ما في عقل، شلت ضرسي. نعم. بس أبو عبد الله الله يجزاه خير لما زال ماسك. أيوة تمام، زالت محافظ. أنا برأيي هالنقطة كثير مهمة.
يقدر يستغني الواقع استغنى عن درس العقل. نفيد فيها المشاهدين درس العقل كقاعدة عامة، في حال ما عم يسبب لي أي مشكلة، ما عم يسبب لي ازدحام بالأسنان، ما عم يسبب لي ألم أو عوار أو مشكلة بالسن اللي جنبه مباشرة، الأفضل أن نتركه مثل ما هو تماما، ما خليه، ما ندرب عليه أبدا. بس لو يسوي لي مشاكل نفسه بعد، لو يسوي مشاكل نشيله، لأنه على الأغلب هو درس العقل ما بيستخدمه الإنسان. طبعا هذا طب بعد فحص الطبيب، بعد فحص الطبيب، لأنه في ناس بتكون بتستعمل فعلا درس العقل تبعها، وبالتالي الحفاظ عليه أولى أو أفضل. هو يعتبر إسبير للأسنان اللي أمامي. أيوة صحيح؟ تماما مثل السبنة. دكتور ليش سمي باسم ضرس العقل؟ طبعا التسمية عايدة لزمن بزوغه، ضرس العقل ما بيظهر إلا بعد 17 سنة، فهذا التأخر بالبزوغ تبعه مرتبط برشد الإنسان، فلذلك سموه أنه ضرس العقل. يعني أصبح الإنسان الآن عاقل، ما عاد مراهق، ما عاد طفل، فدلالة على الرشد والبلوغ، فسموه لذلك ضرس العقل بسبب أنه كان بيتأخر آخر سن، بيتأخر في البزوغ وأحيانا ما طلع له ليس بعاقل. لا سلامة الجميع. دكتور هناك مثلا رائحة الفم، نعم، شنو أسباب هذه الرائحة مثال؟ هل هي نعم. من الأسنان، من اللسان، من معنى أصح من البطن طالعة هذه الريحة؟ نعم. طبعا رائحة الفم تحتاج حلقة بروحها حتى لا نختصرها لهم لأن الوقت داهم. أكيد رائحة الفم أول وأهم أسبابها هو عدم العناية، بسبب تراكم الجير، طبقة الجير والبلاك تراكمها على الأسنان. هذه البكتيريا مفرزاتها لها رائحة، تفرز حوامض، لأنها هذه الحوامض لها رائحة، لما بتتفاعل بتسبب روائح، هذه الروائح هي بتسبب رائحة الفم الكريهة العامة. طبعا أسباب تانية هي اللسان، أحيانا بتتشكل طبقة على اللسان بتؤدي لتشكل شوية فطريات، وبالتالي هي بتعمل كمان رائحة فم. في حال راجع المريض، أول ما يكون عنده مشكلة رائحة فم يراجع طبيب الأسنان. في حال طبيب الأسنان قال له أنت ما عندك مشاكل بالفم نهائيا على الإطلاق، ممكن ساعتها نفكر بمشاكل بالحنجرة، مشاكل بالبلعوم، مشاكل بالجيوب، ممكن أحيانا مشاكل في الكلية بتسبب رائحة فم، مشاكل في الكبد، الرئتين، كلها هي مرتبطة مع بعض. بس أول وأهم وأغلب الحالات اللي فيها رائحة فم بتنحل عند طبيب الأسنان. العلش دكتور يقولون له فوائد مع أنه مضر للأسنان اللي عرفناه، لا تأكل إذا كان بدون سكر، ما في، مو مضر. لا العلج نفسه يأخذ بقايا الطعام اللي بالأسنان، أكيد يساعد طبعاً. أكيد يقوي عملية الفك والعضلات، بينشط العضلات. صحيح. شو تقولهم على العلج، يأكلونه ولا ما يأكلونه؟ بدون سكر. هو المشكلة بالعلج لأنه مليان سكر، وهذا السكر كأنك أنت عم تحشره بالمناطق اللي بين الأسنان. فطبعا ما فينا نمنع الناس من العلج، لكن نستعمل اللي بيكون شوغر فري او ما خالي تماما من السكر، ما فيه اي مشاكل، طبعا بشرط عدم المبالغه، دائما كل شيء باعتدال وبدون مبالغه. 10 دقائق اكل هذا العلج وخلاص. اي تماما تمام. في ناس بيحطوه من الصبح للمساء. من الصبح للمساء هذا ما شاء الله عليهم، مثل اهلنا في اليمن بيخزنوا القاط مثلا على الدكتور غالب الكيلاني اخصائي علاج وتجميل اسنان، انا شاكر لك على استجابتك لدعوه برنامج ليمتها، أثريت مشاهدينا في المعلومات اللي حابين يستفيدون منها. إن وجدت عند لديك كلمة أخيرة للمتابعين ومشاهدين برنامج ليمتا. الله يسلمك. الكلمة الأخيرة بنوجهها للجمهور، درهم وقاية طبعا خير من قنطار علاج. الزيارة الدورية للطبيب بتوفر الكثير من المشاكل في المعالجات بالمستقبل. وكلمة للأهالي، مراقبة الأطفال أثناء عملية تنظيف أسنانهم ودفعهم باتجاهها بكل الطرق المناسبة، وأخذهم اللي عند طبيب الأسنان، وتحسين صورة طبيب الأسنان عند الطفل بدل تخويفه. مهما تقول يا دكتور ما نحبكم. نحن المهنة الأقل شعبية في الناس. وبالنهاية بشكرك أخي أبو خالد على الاستضافة، وبشكر قناة الشاهد على الاستضافة الكريمة. شاكر لك دكتور، وشكر كذلك موصول لكم مشاهدينا الكرام. والابتسامة هي يعني قلت نص الجمال، الدكتور غالب قال لا كل الجمال. أكيد. الله يحفظ الجميع بإذن واحد أحد. إعادة هذه الحلقة باكر الساعة 12:30 الظهر. هذا أنا أخوكم إبداع السهلي، أترككم في حفظ الله ورعايته، مع السلامة.